السلام عليكم. زي ما اتفقنا يا جماعة ان عناوين الفيديو باسم نصيحة اخوية. في شباب وبنات بيشتكوا من هم بيقعوا في الذنب بعد كده بيتوب، ويقع في الذنب ويرجع يتوب، ويقع في الذنب ويرجع يتوب تاني، فهو نفسيته اتحطمت ومش عارف يعمل ايه. فانا اقول لك كده على كام حاجة اذا عملتهم باذن الله مش هترجع للذنب تاني. ركز بقى معايا، والكلام اللي هقوله لك احفره في قلبك وفي عقلك. اول حاجة لازم تفهم ان اي مشكلة وليها حل، اي داء لدواء. قال رسول الله: ما انزل الله داء الا له شفاء. فدي تكون عقيده جواك ان اي داء لدواء، فبلاش احباط وبلاش ياس. طيب الحاجه الثانيه، ممكن اسالك، هو انت بتتوب وبتستغفر من الذنب ده ليه؟ في ممكن يا جماعه واحد يكون مبتلى بشرب السجاير وعاوز يبطل سجاير، لان الدكتور قال له انت لازم تبطل سجاير عشان صحتك تدهورت، فهو عاوز يبطل عشان خاطر صحته. في واحد تاني بيعاوز يبطل ذنب معين عشان في عنده ضيق في الرزق، فهو عايز بقى يبطل الذنب ده عشان ربنا يوسع رزقه. وفي واحده بتتوب عشان خاطر بقى ايه، عايزه تتجوز، فلما هتتوب فربنا هيكرمها بزوج. فهي مش لله كده، انت مش بتتوب لله، انت بتتوب لنفسك. وفي واحد تاني بقى، وده اللي يا بخته يا سعده، بيتوب عشان خاطر ربنا يرضى عنه، علشان ما يقابلش ربنا بالذنب ده يوم القيامة، عشان ربنا يعفو عني يوم القيامة. هو ده الفائز، إن أنا فعلا بتوب لله. فاسأل نفسك واسألي نفسك، هو أنا بتوب من الذنب ده ليه؟ لو فعلا بتوب لله وعاوز إن فعلا ربنا يرضى عنك ويغفر لك ويعفو عنك، فإن شاء الله ربنا هيتوب عليك. فاسأل نفسك، هو أنت بتوب من الذنب ده ليه؟ فاخلص النية لله. دي أول حاجة. الحاجة التانية، الواحد يا جماعة بعد لما يعفى الذنب ويتوب فبيحس بالندم، وبعدها بفترة وبعدها بأيام يبتدي الذنب يحلى في عينه. ليه بقى؟ لأن هو سلم ودنه وقلبه للشيطان. الشيطان قعد يوسوس له ويفكره بالذنب اللي كان بيعمله، فبدأ يحلى في عينه. لما تجيلك وسوسة اقطع الوسوسة. خد مني الكلمة ديت وركز فيها جدا، عشان هي دي أخطر كلمة في الفيديو. لما يجيلك وسوسة اقطع الوسوسة. لو تماديت في الوسوسة وسلمت ودنك وقلبك هترجع تاني للذنب. فلما تسمع وسوسة الشيطان وبيحل الذنب في عينك اقطع التفكير. لو قطعت مستحيل ترجع للذنب، لان هو محلش في عينك، هو خلاص انت كرهته وهتفضل كرهه. بس لو تماديت مع وسوسة الشيطان هيحلى في عينك وهترجع تاني للذنب. فلما تحس بوسوسة اقطع التفكير، اقطع التفكير، ما تتماداش في التفكير في الذنب. طيب الحاجة التالتة، اشغل وقتك بالطاعة. ما انا بقاش انا فاضي وتقول انا عاوز ابطل الذنب. اشغل وقتك بالطاعة. يا ترى انت بتقيم الليل كام ركعة؟ يا ترى بتصلي الضحى كام ركعة؟ يا ترى ليك ورد كام ورد من القرآن؟ بتقرا كام جزء في القرآن؟ جزئين ولا ثلاثة ولا بتقرا قد ايه؟ يا ترى بتحفظ قرآن ولا لأ؟ ما انا بقاش انا فاضي وتقول انا عايز ابطل ذنب. امرأة العزيز روضت سيدنا يوسف علشان هي كانت فاضيه. فاشغل نفسك بالطاعه، واشغل نفسك باي اشغل نفسك باي حاجه علشان تعرف فعلا تبطل الذنب. الحاجه الرابعه، لازم تفهم ان الواحد لما يكون عاوز يبطل ذنب لازم ايمانه يكون عالي. كل ما هتزود ايمانك وهتعمل طاعات كتير هتقدر تبطل الذنب، هيبقى ليك القدره انك تبطل الذنب. بس انا اصلا ايماني ضعيف، ازاي هبطل الذنب؟ فكل اللي يشغلك انك تزود طاعتك لله. كل ما هتزود طاعتك لله وهتقرب منه اكتر، فربنا هيكره الذنب في قلبك. بس طول ما انت ايمانك ضعيف وحالك مع ربنا مش كويس هترجع للذنب. فزود طاعتك لله. الحاجه اللي بعدها وبرده حاجه مهمه قوي، لازم تفهم ان كلنا مرنا بالمراحل ديت. انت عارف ان الشيخ الفلاني اللي بيطلع في الفضائيات، الشيخ ده مر بالمرحله ديت، والداعيه الفلاني الفلاني مر بالمرحله ديت. كلنا مرينا بالمرحله ديت، اللي هو ايه، الذنب ونرجع نتوب ونذنب تاني. كلنا مرينا بالمرحله ديت لغايه ما ربنا هي يوم وبيتوب على العباد. فلازم تفهم ان دي مرحله وهتعدي منها، بس انت خلص النية لله. واسمع الآيتين دول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اوعى تقنط من رحمة ربنا، ربنا بيغفر كل الذنوب مهما كانت الذنوب، بس احنا نخلص في التوبة. وربنا بيقول ايه؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو ربنا بيقبل توبة اي عبد، بس احنا نتوب ونخلص النية لله. واوعى تمل، اوعى تمل من التوبة. لو عملت الذنب 1000 مرة ارجع توب تاني. قال رسول الله ان الله لا يمل حتى تملوا. ربنا مش هيمل، انت اللي هتمل. فلازم تفهم ان دي مرحلة هتعدي منها على خير، ما تقلقش. بس انت اخلص النية لله واعمل الحاجات اللي قلتلك عليها، وان شاء الله ربنا هيطلع الذنب من قلبك. واخر حاجة اختم بها الفيديو، ربنا بيقول في القرآن ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى ربنا هو اللي بيتوب على العبد الاول. فادعي في كل سجدة، قول له يا رب توب عليا، يا رب توب عليا، يا رب توب عليا. لو تاب عليك هيوفقك للتوبة. فما تنساش تدعي بالدعاء ده دايما، واعمل الخطوات ديت، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيتوب عليك وهيتوب عليا وهيتوب على كل المسلمين. كلمتين اللي سمعتهم دول بلغهم غيرك. ربنا يجعلنا سبب في توبة كل الناس. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.